حرارة الشمس نسمع كثير بمضارها على العلب والعبوات البلاستيكية، خصوصا أنها تساعد درجة الحرارة العالية في تفاعل المادة البلاستيكية مع المادة داخل هذه العبوة اللي ينتج عنه مادة مسرطنة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حقيقة تحول ماء الشرب بالعلب البلاستيكية إلى مادة مسرطنة، وإيش هي أفضل الطرق الصحيحة لتخزينها، مع ضيفنا في الاستوديو علاء الجمعة رئيس قسم رصد سلامة الأسطح الملامسة للغذاء من هيئة الغذاء والدواء. هلا وسهلا فيك. حياكم الله، يعطيكم العافية على الاستضافة. بداية يعني بوضح شيء للجميع، أتوقع أنه معروف. طبعا هيئة الغذاء والدواء هي جهاز رقابي معني بالتنظيم والرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وصدر فيه طبعا نظام خاص بالغذاء ورد فيه ما يضمن أو مسؤولية الهيئة عن الرقابة عن الأغذية إلى وصول من تصنيعها إلى وصولها إلى المستهلك. ومن ضمن هذه الأشياء طبعا اللي تفضلت فيه هي مثلا العبوات بشكل عام. طب هل هذا الشيء صدق، حقيقة تحولها إلى مادة مسرطنة؟ طبعا، أو أنها أبحاث لسه ما أثبتت؟ لا، دراسات كثيرة طبعا علمية منشورة أثبتت أنه طبعا في البداية خلينا نقول العبوة الأصل فيها السلامة، لكن في عوامل تؤثر على سلامتها. درجة الحرارة من يعني أهم العوامل اللي تؤثر عليه، يعني كان درجة حرارة عالية تساعد على انتقال بعض المواد الكيميائية المصنعة منها العبوة إلى داخل الغذاء، فبالتالي يكون في تأثير. طبعا في حدود للهجرة خلينا نقول والانتقال، حدود مسموحة وآمنة، لكن تعرض بشكل كبير مع خلينا نقول وقت يعني طويل قد يؤثر على سلامة وصحة المستهلك. طب أنا ودي أسأل سؤال الآن، إحنا كثير صرنا في بيوتنا الآن نعتمد على الغراش المي البلاستيكية، يعني نعم. مش زي أول، فأنا لو هشتري هل في مؤشرات أو علامات معينة على القوارير هذه لازم أقرأها وأكون عارفة في فوارق ولا كله بلاستيك؟ طبعا العبوات المياه يعني مصنوعة من بلاستيك أنواع مختلفة. نعم، على سبيل المثال يمكن هذه اللي أمامكم على الطاولة هذه أحد العبوات يمكن مرموزة لها، تلاحظون لو رفعتوا العبوة عليها رقم واحد مثلث موجود عليه على أو رقم واحد يكون من تحت، موجود من تحت. نعم، هذه ترمز لنوع البلاستيك المصنع منه العبوة هذه اللي رقم واحد بس. نعم، رقم واحد اللي هو بولي إثيلين تريفثيليت. هذه طبعا مادة تعتبر مادة ذات درجة غذائية، معناها أنها مادة مصنعة من مواد آمنة للاستخدام مع الغذاء، بحيث أنها ما تأثر على سلامة الغذاء ولا على جودته ولا يكون فيه هجرة بتركيز عالي قد تؤثر على صحة المستهلك. يعني بس أنه فيها الهجرة بس تكون بمعدل آمن. أي نعم، معدلات آمنة، والأساس فيها جميع المواد أنها تكون لازم تكون يعني في طبعا لوائح ومواصفات يعني مفروضة على المصنعين أنه تكون كلها مناسبة لاستخدام الغذائي. في برضو الواحد برضو كمستهلك ينتبه، يعني سواء العبوة الموجود فيها المياه أو عبوات الفارغة اللي يستخدمها برضو لتعبئة المياه أن تكون عليها علامة الكأس والشوكة، هذه علامة معناها أن المنتج هذا مناسب لاستخدام